السلام عليكم، كنتمنى تكون احوالكم طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نقصر عليكم باريزيان صغير اللي كيجي ساندويتشات للفطور، كيجي اكثر من رائع وصحي بالقمح الكامل. ولا بغيتوه غاب الفورس غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل هذا الفيديو، ونتمنى من الله يعجبكم. ولا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات وشاركوا في القناه عالم سعاد، وبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. نمشيو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال الدقيق ديال القمح الكامل 100%، القمح هو الرده ديالو اولا النخاله ديالو على هذا الشكل، كنديروا مثلا 600 غرام، كندير شويه ديال الخميره، كنزيد ساشي ديال الخميره مليحه، ها هي كندير جوج معالق ديال زيت الزيتون، السكر اللي بغى يدير سكر يدير واحد المعلقه، اللي ما بغاش يدير هذا كيجي محمر هو بلا ما ديري لا سكر لا والو، كيجي محمر هذا القمح الكامل كيجي محمر. وكنبداو نعجنو بسم الله. العجينه ديالو راه ساهله بزاف، ما كيطلبش ندلكوه بزاف، كيجي زوين بزاف وخفيف. واللي بغى يخلط معاه شويه الفورس، داك 200 غرام ديال الفورس يديرها ماشي مشكل، واللي بغى يديرو هكا هو يتبع المراحل اللي غادي نعطيكم. القمح بزاف اللي ما كينجحش ليهم، هو كتعطيه حقو ديال العجينه ديال الخميره الاولى والخميره الثانيه، ايوا من بعد كتعطيه حقو في الفران. هذا هو الاسرار، هادو هما الاسرار ديالو. امال هو راه ساهل، ما كاينش مسهل منه، يعني ما كتديريش واحد المجهود بحال الدقيق الابيض خصك تدلكي وخصك هذا تخفيه شي شويه صافي. ها راه كيجي زوين. وهاد الدقيق حيت بزاف البنات كيسولوني كيقول لي منين كتجيبيه، هذا كنجيبو من الطاحونه مباشره، كيكون في الطاحونه العاديه ديك التقليديه اللي كاينه في المغرب، كنجيبوه مطحون على ليد، ماشي كنشريه مثلا من الهري اولا من البقال اولا، هذا كنجيبوه انا من الطاحونه، كيجي زوين وكيكون مطحون ديك الساعه في ساعته. كملت العجينه ديالي، دابا غطيت عليه بواحد البلاستيكه وغنخليه يخمر الخميره الاولى ومن بعد رجعو. ملي خمرت ليا العجينه غادي نقسمها على كويرات صغار ومن بعد رجع. قسمتهم على الكويرات صغارين، دابا كندورهم بحال هذا الشكل كويرات. ملي كملناهم دابا كنشدو باللولة كندير بها، كنسرحوها بحال هاد الشكل. واخا القمح بوحديتو راه كيجي زوين بزاف، وكنبداو ندورو بحال هاد الشكل، كنعطيوها ديك الشكل ديال الباكيت بحال هكا، يعني جنيبات هنا تيكونو رقاقين ومن هنا من فوق باكيت بحال هاد الشكل. الا عندكم ديك الطاوة ديال الباكيت مزيانه، ما عندكمش ديرو بحالي، غادي ندير غير الطاوة ديال الفران عادية، وكندوز عليه نخالة، كيجي زوين وصحي وكيجي أحسن من ديال المحلات. ديال المحلات تجيبيه الساعة ديالو كيجي زوين، يبقى شي شوية ما تقدريش تاكليه. وغادي نستو في الطاوة ديالنا، نزيدكم وحدة نحيدو هاد النخالة، حنا تنخليوها على برا ما خصناش تدخل لداخل، كنسرحو على هاد الشكل. كيجي خفيف وكيجي ساهل، وتا هذا القمح 100% يعني ما مخلطه مع حتى شي حاجه، راه كيجي رائع كيجي زوين. بالنسبه للمصارن وبالنسبه للقابط بزاف الحوايج، حتى هذا الا بغيتو ديرو فيه اما ساندويتش اما بغى الواحد يفطر به في الصباح راه زوين. كنجيبو النخاله ديالنا
وكان كنديروا ليه بحال هاد الشكل، كيجي زوين بزاف. هانتوما ملي كنديرو في الطاوة كنبرك عليه واحد شويه صافي باش يبقى شاد في الطاوة، ما يتنفخش بزاف وبحال اللي يتحل كيبقى على هاد الشكل. السمر تنكمل هادشي اللي عندي ومن بعد نرجع. ملي خمروا لينا واحد شويه غادي نوضع فيهم واحد الفتحات بواحد الموس اولا سكين يكون ماضي على هاد الشكل، اولا نخليوه بلا ما نديروا له فتحات ثاني تيجيو زوينين. كنشعلوا الفران على 200 درجه، كيبغيو حتى هما بحالهم بحال الخبز كيبغيو النار تكون مجهده، وكندخلهم الفران. هذا هو الباكيت ديالي، كيجي على هذا الشكل، كيجي اكثر من رائع. يعني قطعت لكم وحده، كيجي رطب وخا ديال القمح الكامل، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. وبالصحه والراحه، استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله.